Hello students, how are you today? I hope you are well. Thank you. الآن عندنا ضمن grammar الوحدة السادسة unit 6 عندنا موضوع هو صيغة السؤال عن مكان أو اتجاه معين. يعني شلون نسأل عن مكان ما؟ يعني I can say what would you say if you missed the way or if you lost the way for مثلا somewhere. يعني شلون راح تسأل عن مكان معين؟ انت رحت مكان معين وسافرت الدولة او المدينة ضيعت في المكان، راح تسأل مثلا على مكان معين، شلون راح تسأل؟ زين، عندنا هوني صيغتين بالامتحان او صيغتين بالاسئلة الوزارية. نمبر 1 للسؤال حول طلب الارشادات عن مكان او اتجاه معين، يعني صيغة بالامتحان، ايش راح يجيبك بالامتحان؟ يقول لك What do you say when you ask someone the way to the library على سبيل المثال؟ What do you say؟ ماذا تقول؟ When you ask someone حينما تسأل شخصا ما the way to the library إلى الطريق إلى المكتبة. هاي صيغة. الصيغة الأخرى يقول لك في الامتحان What do you say؟ ماذا تقول؟ When you ask someone to show the way to the park على سبيل المثال. يعني ماذا سوف تقول حينما تسأل شخصا ما يبين لك الطريق إلى أو يشدك إلى الطريق إلى البارك على سبيل أو إلى اللايبرري. زين، أنا عندي بار هنا. نلاحظ عندما يكون السؤال بصيغة الاستفهام، هاي الصيغة تجيني بصيغة جملة استفهامية، يعني راح يجيب لي بابا شنو؟ راح يجيبك جملة استفهامية، تبدأ بأداة الاستفهام بوات وتنتهي بعلامة الاستفهام، زين، فإن المقصود عندنا هو آخر كلمة بالسؤال والتي هي مكان معين، يعني أنت تجي تشمل بآخر كلمة اللي يجي بعدها العلامة الاستفهام، هو يسألك عن لابري. راح تعرف انه هذا السؤال عن لابري، الطريق الى لابري، او الطريق الى البارك، او الطريق الى الهوسبيتال، الطريق الى اليونيفرسيتي، الطريق الى المول، ما في مشكلة. والتي هي مكان معين فيكون الجواب جملة واحدة، راح اجيب جملة واحدة احفظها وهي اسمها جملة الجوكر، زائد اخر كلمة بالسؤال اللي هي لابري او البارك الى اخره. يعني شنو؟ يعني انا عندي القاعدة، القاعدة تقول Can you tell me how to get to the؟ هاي نحفظها. Can you can capital letter can you tell me how to get to the زائد اسم المكان الموجود في نهاية السؤال اسم المكان الموجود في نهاية السؤال زائد علامة استفهام يعني هسه راح نرجع على السؤال هو سألني جاني سؤال وزاري قال لي what do you say when you ask someone the way to the library راح اجاوب اقول له ايش اقول له اقول له can you tell me How to get to the library وبالأخير علامة استفهام. السؤال الثاني قال لي What do you say when you ask someone to show لكي يبين لك to show you the way to the park؟ إيش أقول له؟ Can you tell me how to get to the park وبالأخير علامة استفهام. يعني هي شو يعني سهلة جدا. أنت لازم بابا تحفظ. أنت طالب لازم تحفظ. احفظ لي هاي الصيغة. Can you tell me how to get to the إيش يعطي؟ library ما في مشكلة. بارك ما في مشكلة، هوسبيتال نفس الشيء، يونيفرسيتي، مول، ماركت، كله عادي، أنت تشمل بآخر كلمة وعلامة استفهام بعدها تيجي تنزلها بالجواب بس على شرط إنه تجيب قبلها إنه Can you tell me how to get to that؟ زائد اسم المكان الموجود في نهاية السؤال زائد علامة استفهام خلصت. أوكي؟ هسه نتحول على الطريقة الثانية. أوكي، ماي دير ستودنتس. Second way الطريقة الثانية for ask حول إعطاء إرشادات يعني الطريقة الثانية هذه شوية طريقة تكون أوسع من هذيك الطريقة هذيك الطريقة الأولى كانت صيغة السؤال يجيبك جملة استفهامية وأنت لما تجاوب تكون بجملة استفهامية هنا الطريقة الثانية السؤال حول إعطاء إرشادات صيغة السؤال بالامتحان إيش يقولك بالامتحان بالضبط يقول لك show the way to the cafe بين الطريق show the way to the cafe أو اشرح لنا الطريق إلى الكافيه ما في مشكلة to the show the way to the hospital show the way to the market show the way to the mall show the way to the university never mind أنت لازم تعرف يا طالب إنه هذه الجملة من قال لك show the way to the cafe طالب هنا بالأخير نقطة يعني هنا خلصت الجملة يعني إيش اللي من عندي يعني اللي من عندي دليل الطريق إلى الكافيه إلى المقر زين انت اخر كلمه بعد راح تجي نقطه هاي راح تخلي لي على الاسئله الامتحانيه تخلي جوابك خط هذه بينك وبين نفسك راح اسميها الهدف المكان المقصود الكافي يا شيخ اقول لك يقول لك يوز ذا فولوينج برومبتس
يوز ذا فولوينج برومبتس، يعني استخدم هذه الاتجاهات او هذه المعايير برومبتس او هذه الارشادات. شنو طالعني؟ فتح القوس ان تايم ترافيك لايتس شارحه ليفت يسار ستريت ستريت على طول الشارع رايت جيت اليمين سد القوس. انا اجي اضحك اول شيء سويته بابا بدايه شو ذا واي تو ذا كافيه اخلي خط تحت الكافيه هاي بيني وبين نفسي فوق الاسئله اخلي خط اكتب عليه هاي هدف يعني المقصود الوصول الى ذلك المكان. زين انطاني اربع معايير معينه انطاني ترافيك لايتس وانطاني ليفت وانطاني ستريت ذا ستريت وانطاني رايت. انت ترجع تخلي لي جوا اول وحده رقم واحد تعطيها رقم واحد نمبر 1 الكلمه الثانيه تخلي جواتها نمبر 2 الكلمة الثالثة تخلي جواتها نمبر 3 الكلمة الرابعة تخلي جواتها رقم 4 الساعة اصبح عندي شو رايك انا بده لقيته الشيء اللي انا راح اتكلم عنه الهدف اللي هو الكافي وبعدين هذول الاربع كلمات اللي بين قوسين اعطيتهم رقم بيني وبين نفسي حتى راح احل انت جواب نموذجي رقم 1 نمبر 1 2 3 4 خلص لا توهمني ما تكتبي 1 3 ما لك علاقة الكلمة رقم نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 زين هسه نجي على طريقة الإجابة مثل ما قلت لكم طريقة الإجابة أولا تحديد الهدف اسم المكان الذي يعتبر آخر كلمة بالجملة اللي هو هذا تحديد الهدف يعني يقصد بينه اسم المكان الذي يعتبر آخر كلمة بجملة السؤال اللي هو هذا هذا الكافية هذا حددنا هدف خلينا ناخذ جوابه. ثانيا إعطاء أرقام الكلمات داخل القوس يعني اعطينا أرقام الكلمات داخل القوس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 خلصنا هذا نجي رقم 3 هاي لازم رقم 3 و4 و5 و6 حفظ go to the زائد رقم 1 خلصت الجمله الاولى go to the زائد رقم 1 خلصت الجمله الاولى يعني قلت go to the زائد الترافيك لايتس اوكي turn استدر زائد رقم 2 turn left التفت يسارا او استدل يسارا الجمله الثانيه خلصت لك هذه نقطه الجمله الثالثه go straight to street اذهب بخط مستقيم بالعاميه قول قمر عدل go straight to street go زائد رقم 3 زين نجي النقطه السادسه او رابعا الهدف اللي هو شنو هو بابا الكافيه الهدف او المكان المقصود زائد on the زائد رقم 4 يعني راح يصير عندي the cafe on the right وخلص الجملة. هسه اذا نجي على هاي الاعتبارات نحلها نقول go to the go to the traffic light رقم 1 نقطة turn left رقم 2 زين نقطة go straight the street على طول الشارع نقطة خلصت الجملة زين the cafe اللي هو الهدف اللي انا حددته له بداية الجملة the cafe on the right على جهة المقهى على جهة اليمين لو ايش لو ينطق 10000 جملة تمشي على هاي الطريقة بابا هاي الطريقة الوحيدة انا اقدر اقول لك يابا هذه الجملة يقول لك show the way to the cafe use the following prompts traffic lights و left to straight the street و right اقول لك بابا احفظ لي go to the traffic lights turn left go straight the street the cafe on the right وخلصت اقلك افضل بس انت هي انا ما مقتنع بها السالفه انا انت فتشي علمي فتشي اقنعني علميا جراماتيكال اند لينغويستيك يعني هذا يكون صحيح يعني كلام كلام منطقي كلام علمي نجي قلنا go to the هاي حفظ الصيغه حفظ الصيغه هو يطلع عندي عفوا ام سوري اسمه كورونا دونت مايند نيفر مايند اوكي حفظ الصيغه go to the traffic light turn plus left go straight the street اوكي انتهينا وصلنا عندنا the cafe اللي هو الهدف والمكان on the right رقم 4 وخلصت اوكي يعني هاي بس شويه تحتاج فكر ما في يعني شويه تحتاج فكر انتبه حفظتني go to the رقم 1 turn رقم 2 go 3 الهدف on the رقم 4 حليتها وخلصت اوكي هذه يعني هذه الصيغه الثانيه بالامتحان هاي طبعا تيجي بابا هاي مات عليه لو درجتين لو اكثر من درجتين هذيك ما عليها درجتين هذيك عندي جوكر هوني بابا عندي جوكر Can you tell me how to get to the library
كافيه كوفي كان يتم هو تكتله بس هنا لا هنا ايش ينطق حبيبي؟ هنا راح يقول لك ينطق شو ذا واي او شو مي ذا واي دلني على الطريق تو ذا كافيه تو ذا هوسبيتال تو ذا اوفيس مانجر مثلا تو ذا كذا تو ذا هوسبيتال ما في مشكله يعني اي شيء ينطق هو شو مي ذا واي تو ذا هنا راح ينطق اربع شغلات مثل ما قلناها نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 انا يقول عندك شو نسوي باب الامتحان؟ تخلي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة بعدين تجي ترجع تطبق تقول go to the رقم واحد tail رقم اثنين go رقم ثلاثة الهدف on the رقم أربعة وخلصت ولا تنسى كل نهاية جملة تخلي لي نقطة وتبدأ بكابيتال يعني هنا بدينا بكابيتال لتر go to the traffic light وخلينا نقطة رجع جملة ثانية بدينا أيضا بكابيتال turn steady left يسار وخلينا نقطة بعدين رقم خمسة قلنا go straight the street capital letter وخلينا نقطة بعدين the cafe أيضا capital letter on the على right على جهة اليمين وخلصت وهذا النموذج يعني هذا السؤال وهذا الجواب أشياء ستتراجع راجع السيريز راح تلقي نفس ينطق نفس هذا النموذج ونفس هذا الجواب thank you very much احنا سوينا قناة بابا على اليوتيوب ايضا قناة باسم الاستاذ محمد الدبابي اذا تحبون تتابعوها بالاضافة الى قناة متوسط نضال البنين اللي يديرها الاستاذ محمد صلاح مشكورا استاذ محمد صلاح يعني والسيد المدير استاذ ماجد الوتار مشكورا ايضا على يدعمنا بهاي البرامج وعلى يدعمنا بهاي الدروس فان شاء الله يعني احنا نكثف الجهود ويعني انتم ما تعذرونا ليه ما انت نكثر عليكم يعني اكثر من ربع ساعة 20 دقيقة في المحاضرة ما تقدر تاخذ اكثر وان شاء الله تتابعونا وتستفادون تابعني هنا تاخذ درجة الامتحان ثانك يو فيري ماتش